السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم وكيف أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. في هذا الفيديو معنا موضوع شائك شاغل كثير من الناس، وخاصة المهتمة بتأشيرات الدخول إلى بريطانيا، سواء كانوا عمال أو أزواج أو زوجات. قواعد تأشيرات جديدة ومعقدة، زي ما احنا ملاحظين في هذا الفيديو ما فيش أي شيء للهجرة الغير قانونية، كل اللي بنذكره في هذا الفيديو كلها تأشيرات قانونية ودخول قانوني إلى أراضي المملكة. قواعد تأشيرات جديدة ومعقدة، واللي بيأثر بشكل مباشر على الحد الأدنى للأجور للعمالة اللي حابة تجي تشتغل في المملكة، أو أولئك اللي يرغبوا إحضار عائلاتهم. ولخصها وزير الداخلية في ديسمبر عام 2023 بخطة من 5 نقاط. ما هي التغييرات الخمس هذه؟ ومتى بتحدث هذه التغييرات؟ وليش لجأت الحكومة لمثل هذا الإجراء الآن؟ وهل سينطبق هذه التغييرات على الكل أو الناس الجدد؟ وإيش موقف طلاب الدراسات العليا من هذه التغييرات؟ كل هذا وأكثر نشوفه في هذا الفيديو، فالمطلوب التركيز ويلا. خطة من 5 نقاط قالها وزير الداخلية في ديسمبر 2023. 1. سيرتفع الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمالة الماهرة، هي الآن تقريبا 26200، سترتفع إلى 38700، ولكن في ناس مستثنين من هذا الموضوع، العمالة في مجال الرعاية الصحية أو العاملين في مجال التعليم، ولكن ضربهم في الخطوة رقم 2، لن يسمح للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية بإحضار المعالين سواء أطفال أو زوج أو زوجة عند تأشيراتهم. 3. تغييرات بتكون في قائمة الشورت ليستد، قوائم المهن المطلوبة اللي بيحد من رعاية العمالة من الخارج، وبيكون الطلب من الداخل، فلذلك بيقلصوا من قائمة الأعمال اللي فيها شورت في اليوكي. هذا كان رقم 3. رقم 4، تأشيرة الزوج أو الزوجة سيرتفع الحد الأدنى من 18600 إلى 29000، ومنها بيرتفع إلى 38700 قبل عام 2025. والأخيرة الخامسة، مراجعة تأشيرات الدراسات العليا للناس اللي تجي تدرس الدراسات العليا، وهي إعطاء تصريح عمل بدون سبونسرشيب لمدة 2 لأي خريج من جامعات تابعة للبريطانيا من الخارج. هذه 5 نقاط اللي ذكرها وزير الداخلية. والآن سننتقل إلى متى ستحدث هذه التغييرات. ما بينطبقش زيادة الحد الأدنى للأجور زي ما ذكرنا للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، ولكن منعهم من اصطحاب أي معال سواء كان أطفال أو زوج إذا هي كانت مرأة، أو زوجة إذا هو كان رجال، ما بيقدرش، وذلك بيتطبق من 11 مارس 2024. وفي 4 أبريل 2024 سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمالة الماهرة. العمالة الماهرة تقدر تحصل على التأشيرة بحسب النظام الجديد اللي هو القائم على النقاط، وإلى جنب ذلك الآن بيتطلب منهم السبونسرشيب اللي بيحصلوه، لازم يكون الحد الأدنى للرواتب 38700 جنيه استرليني، تقريبا زيادة 50% من الحد الأدنى الحالي اللي هو 26200 جنيه استرليني، يعني ما بيجيش إلا من هو أبوه. بالنسبة لي اللي موجودين أوريدي في أراضي المملكة اللي جايين بفيزة عمالة الماهرة، ما يشملهمش هذا القانون نهائيا في حال تغييرهم للوظيفة أو تمديدهم أو استقرارهم حسب ما صرح وزير الهجرة. يعني اللي قدوا في الداخل قدوا في الداخل، هذا اللي بالنسبة للي بيجي بعد 4 أبريل، نركز بعد 4
أبريل، وزي ما ذكرنا بيحصل تقليص للمهن الناقصة اللي في اليوكي الشورت ليست الموجودة حاليا، وبيكون هذا كمان في أبريل 2024. وزي ما ذكرنا إنه السورس بيكون من الداخل، لازم يأهلوا اللي هم already موجودين عندهم بالداخل بدل ما نجيب عمالة من برا. هذا هو الاتجاه القادم، أهل اللي داخل واستفيد منه. بالنسبة للقواعد الجديدة لتأشيرة العائلات، إحصائية حكومية عملت إنه ما يقارب 70,000 شخص دخلوا إلى المملكة المتحدة بتأشيرات عائلية، لما شمل الناس شغالة هنا يعني، وذا كان في نهاية عام 2023. ولكن اعتبارا من ربيع 2024 بيقوموا برفع الحد الأدنى للأجور، زي ما قلنا كانت 18,600 فرفعوها فجأة إلى 38,700، وهذا كان ارتفاع حاد، وتم مراجعة هذا الارتفاع بعد تدخلات وعملت مظاهرات إن القواعد الجديدة هذه الارتفاع الهائل هذا بيقوم بفصل العائلات عن بعضهم، ولأجل ذلك غيرت الحكومة الحد الأدنى إلى 29,000. فقعوا بالموت يرضى بالحمى. وقالت برضو إن المبلغ سيتزايد في المستقبل حتى يوصل أولا إلى 34,500، ومنها يوصل إلى 38,700 قبل عام 2025. هكذا أكد ريشي سونك رئيس الوزراء إنه سيتم الوصول إلى هذا المبلغ في أوائل 2025. يعني الآن 18,600 إلى 29، 34 وشوية إلى 38,700 يكون زيه زي الحد الأدنى للعمالة الماهرة. وكمان أكدت وزارة الداخلية إنه أي حد قد أوريدي موجود في الأراضي البريطانية وحابب يجدد تأشيرته العائلية حاليا بيكون بإمكانه، وما ينطبقش عليه الحد الأدنى الجديد للدخل. طيب في سؤال، هل يمكن احتساب الحد الأدنى للطالب والراعي مستقبلا؟ يعني مثلا أنا شغال طبق علي الحد الأدنى فجبت زوجتي من برا، أكيد بيعطوها سنتين ونص، وبعد التجديد السنتين ونص هل برضو هي بيكون مطلوب منها إنها توفي شرط الحد الأدنى؟ هكذا هي الإجابة. لما تتقدم للحصول على التأشيرة الأولية من الخارج لأول مرة يمكن احتساب دخل الراعي الكفيل لك فقط ضمن الحد الأدنى للدخول. وبالنسبة للتمديدات والإقامة الدائمة سيتم احتساب كلا الدخلين، بيحتاجوا أقل شيء statement بنكي لآخر 6 شهور دخل معك تعقيد. ولكن على الرغم من هذا التعقيد في بعض الخيارات للناس اللي مش قادرة تطبق بند الحد الأدنى للدخل، اللي ممكن كمان يسمح لهم إنهم يحصلوا على التأشيرة، إنه إيش؟ إنه لازم يكون معك ادخار تزيد عن 16,000 جنيه استرليني، وهذا المبلغ المحدد من الادخار يزداد، زادوا حد الأدنى للأجور مقابله بيزيد حد الادخار اللي ممكن تحصل عليه التأشيرة. يعني برضو في طريق مفتوح، أنا مش عارف بالتفاصيل الدقيقة، ولكن ده هو بصريح العبارة، إذا أنت مش قادر تنفذ البند هذا وعندك فلوس مطروح في مكان يمكن أنك تحصل على هذا البند. كيف وإزاي؟ هذا شغل محامين، أنا أبلغك فقط. والآن نجي إلى قواعد تأشيرة الطلاب. إحصائية كمان حتى نهاية سبتمبر 2023 أصدرت الحكومة 486,000 تأشيرة دراسية، وتم منح نصف هذه التأشيرات لمواطنين هنود، صينيين، نيجيريا، باكستان، الولايات المتحدة. هذول الدول اللي كانوا أكثر شعبية للحصول على التأشيرات الدراسية. وفي نفس الفترة تم إصدار ما يزيد عن 152,000 تأشيرة للمعالين لهذول الطلبة، ولكن اعتبارا من يناير 2024 لن يتمكنوا طلبة الدراسات العليا من إحضار المعالين ما لم في شرط ما لم يكون برنامجهم الدراسي برنامج بحثي. وكمان يمكن الطلاب اللي أكملوا دراساتهم في اليوكي وحاملين شهادات عليا البقاء لمدة عامين وكمان 3 سنوات بالنسبة للي حاصلين على الدكتوراه، لأنه بيكون عندهم إمكانية
العمل بنفس تأشيرة الدراسة العليا اللي دخلوا فيها. يعني استفيد منك بعد ما تخلص دراستك سنتين ثلاث سنين طبعا. وهي هذا البند برضو للناس اللي جاية تدرس دراسات عليا، هذا ما يخصش أي كورسات لمدة سنتين ثلاثة شهور ستة شهور، مالوش أي دعوة. طيب ليش قررت الحكومة إنها تلجأ لمثل هذه القرارات؟ أكيد هذا كله ازدادوا عدد المهاجرين، هذا هو السبب الرئيسي. في العام المنتهي في يونيو 2023 جاءوا 1,180,000 شخص إلى المملكة المتحدة، متوقعين بقائهم لمدة عام في المملكة، وغادر منهم تقريبا 508,000 شخص فقط، أي بمعنى تقريبا 672,000 شخص ما خرجش. وفي عام 2022 لنفس الفترة كان صافي الهجرة 745,000 شخص، من اللي أجوا ومن اللي غادر، ده ناقصا هذا يعطيك هذا الرقم. ولو عملناها كنسب بنلاحظ أنه 39% أجوا كدراسة و33% للعمل و9% لأسباب إنسانية. المشكلة اللي كانت الهجرة إلى بريطانيا مش من الإيو، مش من أوروبا، وذكروا أكثر 5 دول دخلت خلال هذه الفترة، وعلى رأسهم طبعا كانت الهند ب 253,000 شخص، ونيجيريا ب 141,000 شخص، معك تشاينا ب 89,000 شخص، معك باكستان ب 55,000 شخص، وفي الأخير معنا أوكرانيا ب 35,000 شخص. ننوه مرة أخرى، دول كلهم دخول قانوني، مالش أي دخل ب إيكي ويكي. هذه الأسباب اللي وصلت الحكومة إلى التقليص لاستقطاب العمالة من الخارج، تشجيع العمالة الداخلية. كيف؟ بالرفع الحد الأدنى للأجور والشورت ليستد، الشغل يقلصوه ويكون السورس من الداخل. والله حابب تجي، قادر تنفذ هذه الأشياء، أهلا وسهلا بك. هذا هو خلاصة موضوعهم. وكمان زي ما كنا عارفين أنه في رسوم رعاية صحية كانت تدفع مع الفيزا، كانت تقريبا 624 باوند حاجة زي كده، وسيرتفع أو ارتفع بالفعل إلى 1,035 باوند للشخص سنويا. وزارة الداخلية تشتي فلوس للخزينة حقها، عقدت المسائل عشان تدخل فلوس. وعلى ضوء كل ما ذكرناه أكيد بيتأثر كل فيديوهات الفيز اللي قد عملناها سابقا، سواء كانت العمالة الماهرة أو فيزة الرعاية الصحية، لازم نعمل لها ريفيو إن شاء الله، بيكون خطتنا الجاية مستقبلا. أتمنى أكون وفقت بتقديم هذه النقاط اللي ناس كتير سألتني عنها وما قدرتش إلا أننا لازم كنت أرد وبمعلومات دقيقة جدا. أنا وضحت لك النقاط بحسب معرفتي وبحسب تحليلاتي وبحسب تجميعي للمعلومات، معلومات إضافية قانونية دقيقة ليست عندي للأسف الشديد، لأننا لست محامي هجرة. أنت يمكن تأخذ المعلومات هذه على الأقل لما تروح عند محامي، ما تكون تعرف رأسك من رجلك وما يتنصبش عليك. أفادك هذا الفيديو فيد به غيرك، وإن شاء الله إلى فيديوهات مفيدة أخرى قادمة. أترككم في أمان الله.